اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الصلح خير. الحقيقه لما عرفت فكره البرنامج كنت سعيد جدا. النهارده معانا اتنين ضيوف في بينهم مشكله، وان شاء الله يعني ربنا وفقني ان انا اقدر احل المشكله اللي بينهم دول. ده ايه يا ريس؟ اسامي الضيوف ايه يا بيه؟ لما يدخلوا لك يا بيه يا بيه مش هيدخلوا مره واحده كده، ما هو لازم اعرف عشان انا بقول معانا اتنين من الضيوف، معانا فلان وفلان، اتفضلوا. حضرتك عايز المقدمه ونعمل ستوب ولا هم يدخلوا على طول؟ ما تيجي تخرج انت البرنامج يا بيه. مش بخرج انا، بسالك. صح. اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، ربنا يطمن عليك. صباح الجمال، صباح الفل، صباح الفل. اتفضلوا بيه، اتفضلوا، اتفضلوا بيه. تسلم، تسلم يا غاشم. ايه الاخبار يا معلم؟ الله يخليك، الحمد لله، نحمد ربنا. تعرف فيك بقى. اخوك كبير الحاج شلتوت. الحاج شلتوت، منور يا حاج شلتوت. منين يا حاج شلتوت؟ انت هتسيبني منين؟ انت جاي تحل مشكلة. وبعدين هناسبك ايه يا حاج؟ انا بعرف انت منين يا بيه. احنا في مرار من الصبح يا عم. طب ماشي، تمام، زي الفل، ان شاء الله تبقى خير. هو مغلبنا يا باشا، خليك معاه. مغلبك وانا عيل صغير يا ناجي. خلاص يا بيه، هتلخبط في الكلام. خلاص يا حاج، صل على رسول الله. صل على النبي، صل على النبي. هو اسمه الحاج شلتوت. صل على النبي. وانت اسمك ايه؟ شلتوت. وانت اسمك ايه؟ حاج ناجي. حاج ناجي. طب ممكن نبدا الحلقه ونتكلم في المشكله؟ توكلنا على الله. اتفضل يا باشا. حاج شلتوت، اتفضل يا بيه. صلينا على النبي وزي الفل ان شاء الله يا بيه. يلا بيه، توكلنا على الله. استاذ الدرع احنا جاهزين يا بيه. بسم الله. تعالى ناخد كل حاجه كده على الهوا عشان ربنا يكرم باذن الله. يا رب يا رب. استاذ درديري، استاذ درديري. طيب عبال ما يردوا علينا فوق في الكنترول، بس ايه بقى المشكله؟ صل على النبي يا باشا. عليه الصلاه والسلام. الحاج شلتوت اخويا الكبير. تمام. واحنا الاثنين اخوات. ده اكيد. ابوه هو ابويا وامه هو امي، لكن احنا مش شقق. عندنا ثلاث فدادين. صلى على النبي، بس صلى على النبي. عليه السلام. انا مش عايزين اقف على دماغي عشان نفهم بعض. اتفضل يا فندم. هو اخوك الكبير. ايوه. فواجب احترامه. طبعا ده اساسي، صح يا حاج؟ طبعا يا ابوي. وابوه هو ابوك. ايوه. وامه هو امه. الحاجه هي الحاجه. الله يرحمهم. الله يرحمهم يا رب. الله يرحمهم. ازاي انتم مش شقق بقى؟ مش شقق، احنا اساسا مش شقق. يعني هو اخوك الكبير. انا بقالي 25 سنه سايب الصعيد. تمام. ابوه هو ابوي. امه هو امي، لكن احنا مش شقق اصلا. ازاي يعني؟ ما هو يعني انت عارف يعني ايه شقق يعني؟ يعني شقق يعني اب واحد وام واحده. اللي مش شقيقك ده بقى يبقى مثلا ابوك هو ابوه والام. انت تفهمنا يعني ايه شققه ومش شققه؟ ما تحل يا بيه، كنت هتحل ولا ايه موضوع؟ لا اله الا الله يا حاج. وانت بالراحه، بس بالراحه يا حاج، بالراحه. طب خليك معايا. بالراحه، لا حول ولا قوه الا بالله. من اول ما قعدنا يا حاج قلنا ايه؟ قلنا صل على النبي، صح؟ هو مش عايز يحل يا باشا. طب صل على النبي انت يا بيه. عليه الصلاه والسلام. هو مش عايز يحل. ده ناجي. ايوه. اخويا. ايوه. امه من مصر. ايوه. ابويا هو ابوه. ايوه. واحنا مش شققه. ايوه. خلاص، اذا كانت دي فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت يا عم. طيب اذا كانت دي المشكله بقى. هي دي المشكله اللي بينكم؟ لا يا راجل. امال ايه المشكله بقى؟ سابوا لنا ارض. انا يخصني ثلاث فدادين وهو يخصه ثلاث فدادين. حلو. تمام؟ تمام. يعني الورث كله ثلاث فدادين. انا جات لي بنت الكبيره اسمها ايه، جالها عريس عايز اشورها. قلت اعمل ايه؟ استنى بس، هو دلوقتي بس نفهم بس المشكله مع بعض. هو ثلاث فدادين وده ثلاث فدادين. أيوة. يعني الورث ست فدادين. ثلاث فدادين يا ريس. ستوب. هو ثلاث فدادين لهم. ستوب. مالكش انت علاقه بيه، انا ما بكلمش إيه نفسي، انا بكلم ناس تانية. تمام استاذ وائل. ايوه يا بيه، اتفضل. حضرتك سامعني يا بيه؟ سامعك، وانت عملت تدن وتقول في ميدان ستوب. وحضرتك ما بتعملش ستوب ليه؟ عشان بكلم الناس بفهمهم ان انا بكلم المخرج، عشان هم فاهمين غلط. ما بتعملش ستوب ليه لما انت سامعني؟ انزل لك. يا ريت تنزل لي، انا نفسي انزل لك بقى. نفسي اشوفك. انزل لي يا معلم. مش بقول ستوب. اتفضل يا بيه. وحضرتك سامعني يا بيه؟ اتفضل، انا سامعك. انزل لك. اتفضل، انزل لي يا استاذ درديري. يلا
طب حضرتك قلت ستوب ليه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله بتاعت الستوب اللي انت قلتها عشان ما نعطلش؟ عشان انا هنا محتاج ابقى مركز مع الناس دي. هيا لالا سودا انا عارفها لالا دي. يخرب بيتك. هيا لالا سودا لالا دي انا عارفها. اهدى اهدى عشان ما تعرفش. من الصبح تقول له اهدى ناجي. هو انت مش تسمع عن قعده الرجاله وقعده العرب؟ قول له. انا مش شايف عرب ولا رجاله قاعده يعني تحل. بالراحه بس، هو احنا عيال صغيرين. ما انت عمال تنكز علينا يا بيه من بدري. يا حاج مواس اللي انت عملته ده مش لطيف، ان انت تمسك دي ترميها كده. انا ممكن اعملها كده، انا ما بحترمكش. خدها يا حاج معاك، ريح نفسك منها. اعمل بها ايه؟ هاخد ورق معايا. خليها هناك اهي. يلا نهار اسود. اتفضل. يلا يا بيه بدل ما اكسر ام الترابيزه دي. يلا بيه اتفضل. إيه استاذ وائل لو سمحت ممكن علبه المناديل راكور؟ هي فين يا بيه؟ شوف حضرتك رميتها فين، مطرح ما رميتها روح جيبها. الراجل اللي رماها يا بيه. ماشي يا بيه. اتفضل يا استاذ. حد من الاستوديو يا جماعه يجيب لنا علبه مناديل لو سمحتوا. اللي رماها يروح يجيبها. لا حد من الاستوديو اللي هيجيبها. وانا اللي بقول اللي رماها يروح يجيبها. وانا بقول لك حد من الاستوديو يجيبها، اما انت تنزل تجيبها عشان اشوف سعادتك. وخلينا نخلص من ام الحلقه دي. ما تخلينيش انزل ونتكلم احنا مع بعض. ممكن تستناني يا حاج ثانيه واحده عشان ده شغلي. ده ما بيسمعش، ده ما بيفهمش، ده ما بيفهمش خالص. والله العظيم يا عم انت لا بتفهم ولا ينفع تبقى مخرج. طب ما تقول تجيب المناديل خلينا نخلص يا راجل. مناديل ايه؟ مناديل اللي عمال اقول لك عليها دي. المناديل وانت مالك انت يا حاج؟ امال انت بحنطت جنبك؟ وانت مالك يا حاج؟ انت بتزعق ليه؟ انت بحنطت جنبك يا عم. انت ما تزعقش، انت ما تزعقش. ما انت نفسني. طب اقعد يا حاج. حقك عليا عشان اخويا عصبي شويه. بس بص يا عم تعمل مهما تعمل انا بحب الصعايده برضو. يا عم احنا بنحبك واحنا بنكرهك. الله العظيم وانت فوق دماغنا من فوق. انا جاي من الصبح عشان المشكله دي. يلا توكلنا على الله. وهو جلاله دايما طين. دي مش اول مشكله ليه. يلا معلش معلش معلش. كان ايه لازمتها بقى القومه وعملت فيها سبع رجاله ورجعت تاني؟ اقعد بقى واشتغل بقى وباكل عيشك. يلا يا استاذ وائل جاهزين يا بيه؟ يلا يا بي 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1. اتفضل يا بي. تمام يا باشا. فاقول بنتي آية كبيرة جالها عريس. ابتسم وعايز اشورها. ابتسم وقالوا لي. قلت اعملي ايه؟ ابيع حتة الارض ونشورها ونجهزها عشان الناس ما تضحكش عليا. تبيعيها؟ لا اله. بص اسمع يا ناجي، اسمع بس ما تجيبش سيرة البيع واحنا متفقين على كده. يا عم اسمعني، مش انت جاي في حل نحل؟ يبقى ما نحل. ما احنا دلوقتي يبقى لما نحل نقول يا نبيع يا نشتري يا نقسم. مش انت قابل اي كلام يتقال تقول اه ولا لا؟ كده يا عم انا اتخنقت اصلا كدا. بالراحه ده انت اللي خنقت بالراحه يا عم. لا نحلل ولا نهبب. بقول لك ايه، بقول لك ايه، قول يا باشا. انت تقتله.